فضيلة الشيخ وفقكم الله، في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عن الفاتحة في قوله وما يديكم أنها رقية، هل يؤخذ منه أنه لا بأس أن يجتهد الراقي في اختيار بعض الآيات الخاصة المجربة فيرقي بها دون غيرها؟ القرآن كله شفاء، القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء، هو كله شفاء وكله رحمة، فيقرأ ما تيسر من القرآن، وإن كان يعرف السور التي خصصت بالرقية يقرأ منها، كان ما يعرفها يقرأ من القرآن، كله مبارك وكله رقي. نعم.